سلمى، كتير بنسمع بالقرنية المخروطية تصيب العين فجأة، بتأدي يمكن لحدة البصر تدريجيا أو تراجع حدة البصر تدريجيا. أعراضها، أسبابها، هل ممكن أن تسبب بالعمى عند المريض؟ تفاصيل أكثر رح نحكي عنها وكيفية العلاج مع الدكتور أنس الجرد، دكتورة في طب العيون وجراحة ورئيس الجمعية السورية لأطباء العيون. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، صباح اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. خلينا نبلش ونحكي اليوم، في كثير ناس بتسمع بهذا المصطلح ولكن ما بتعرف تفاصيل عنه، خلينا نعرف شو هي القرنيه المخروطيه بالبدايه ومين العرضه للاصابه فيها. القرنيه المخروطيه هو مرض يصيب القرنيه، يؤثر على تحدبات القرنيه وعلى سماكه القرنيه. القرنية مثل ما بنعرف احنا، مشان نوضح للناس، هي الطبقة الشفافة اللي بتلمع بالعين، لما بتطلعي بعين بتلاقي عم تلمع، هي القرنية. هي لازم يكون لها سطح تقريبا متناسق ومحدب بأرقام معينة متجانسة. بصير عند بعض الناس انه هذا الشيء بيزيد التحدب وبتترقق القرنية، هي اسمها قرنية مخروطية. بتؤدي الى اول شيء هو ضعف النظر، يصير في تشوش نظر، وبتأدي انه المريض ما عاد يقدر يتصلح نظره بالنظاره. في عمر محدد ممكن تصاب؟ يعني البدايه بتكون بعمر محدد ولا لا؟ جميع الاعمار المختلفه معرضه لانه تنصاب بهذا المرض؟ هي عاده عند الشباب. بتبدا عند الشباب، بس ممكن احيانا تبدا عند الاطفال كمان، وقليل لنشوفها من بعد العقد الثالث من العمر، قليل لنشوفها. ممكن تكون وراثه كمان؟ الوراثه بتلعب دور كبير. الوراثه لها دور كبير، هي غير الوراثه لها العوامل الجينيه بالجسم، بس كمان الوراثه لها دور كبير. طيب دكتور، خلينا نعرف اليوم كيف الشخص الانسان الطبيعي ممكن يعرف انه هو عم بيعاني من القرنيه المخروطيه، ولا هي فقط تشخص عند الطبيب؟ في هناك اعراض ممكن يحس فيها، يشوفها، يقول والله انه هي في بدايات، يستشعر يعني مثلا بعض امراض العين ممكن الانسان الطبيعي يستشعر بوجودها وصارت شائعه ومعروفه عند الناس بشكل عام، وفي شغلات لا بدها اختصاصي وبدها كشف. هل القرنيه المخروطيه تخضع لهيك او هيك؟ القرنية المخروطية أنا راح أحاول أحكي بكلمات تكون مفيدة للإنسان العادي، وهو حديث كتير طويل بس راح نحاول قدر الإمكان أن نختصر. كتير من العالم ما بيعرفوا أنه عندهم قرنية مخروطية غير لحتى يجوا لعند الطبيب، هاي لما بتكون بمراحلها الأولى. هلأ مثل ما حكيت، أول شيء أو أهم سبب أو أهم أعراض، أهم شيء بيحس المريض هو ضعف النظر. بصير المريض بصير عنده ضعف نظر. نحن مثل ما بتعرفوا معظم مرضانا بيروحوا على النظارات، على النظارات يعملوا نظارة، بيلاقي حاله انه حتى بالنظارة ما عم يتصلح، ما عم ياخذ نظر اللي بده اياه. بقى هي اهم شيء بالقرنية المخروطة، هي ضعف نظر وعدم امكانية تصليحه بالدرجات او بالنظارة بشكل كامل، هي بالمراحل الاولى. لما بيتطور بصير تشويش بالرؤية بشكل كبير، وممكن يوصل لمرحلة انه تكون الرؤية كتير كتير ضعيفة. هلا اعراض القرنية المخروطية غير ضعف الرؤية تقريبا ما في. احيانا بيقولوا لك في بعض الاعراض مثلا فيها صداع، في لا هي ما في، بس هي ما فينا نقول شغلة منيحة كتير. لانه هي لانه هي ما بتخلي صاحب العلاقة يعرف، خاصة اذا كان صغير ممكن ما يعرف، هو يعتقد انه هي هذا هو النظر الطبيعي، هو عم يشوف وماشي حاله بيعتقد انه هذا النظر طبيعي، ما بيلاحظ انه عنده نقص درجات. كثير احنا بنكشف القرنيه المخروطيه عند مرضى بيجوا بدهم يعملوا عمليه تصحيح بصر، بنصور بيطلع عنده قرنيه مخروطيه وهو مو عارفان قبلنا. هلا طبعا من صار عنده قرنيه مخروطيه هو ممنوع من اجراء عمليه تصحيح البصر. بقى لانه تؤثر اساسا على القرنيه، ليه ممنوع؟ ممنوع لانه اذا كان في عندنا قرنيه مخروطيه بدائيه بتتطور كثير، لانه عمليه الليزر هي عمليه تجرى على القرنيه وتحف من سماكه القرنيه، بتخفف القرنيه. ثاني شيء هي اذا ما كان في بتحفز، يعني احنا لما بنصور احيانا واحد ما عنده قرنيه مخروطيه بس عنده مشعرات، يعني نحن من الصوره ببين انه هذا في احتمال يصير عنده قرنيه مخروطيه. نحن ما مربين على القرنيه وهي ثابته وهاديه، عملنا له ليزر او اي شيء بالعين ممكن نحرضها. هي ممكن بالاساس ممكن بدها تصير
بعد فترة أو ممكن ثابتة، بس نحن حرضناها. فلذلك من أخذنا أي مشهر من هالمشهرات تبع القرنية المخروطية ما فينا نعمل ليزر. طيب دكتور، بما أنه يمكن الاكتشافات عم تكون متأخرة للقرنية المخروطية، يعني ناس فجأة بتكتشف، فبيكون في مر وقت على هي الإصابة، كيفية علاجها كيف بتكون؟ يعني نحن عم نسمع مثلا بمراحل متأخرة بيكون العلاج مختلف أو ممكن يؤدي لعمى إذا ما انتبه المريض، وفي كيفية العلاج أنه بيشفى منها بشكل كامل ولا لا ممكن؟ هلأ القرنية المخروطية انه نوصل للعمى هذا احتمال كتير 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 ضعيف وبعيد، يعني القرنية ما بتخطيه ما بتوصل للعمى، بتوصل لضعف نظر، ممكن يكون ضعف نظر قوي، بس هي مشكلتها بتوصلنا لمرحلة اذا ما احنا اكتشفناها من البداية لمرحلة زرع القرنية. هلا زرع القرنية احيانا هي ممكن يصير فيها رفض، ممكن يصير فيها شيء، هي ممكن وقتها بصير عندي تطورات، بس بشكل عام آلية علاج القرنية المخروطية هي كثيرة ومتعددة، وخاصة بوقتنا الحالي صار في تطورات كثير بطب العيون وخاصة بمجال القرنية. من زمان كان القرنية المخروطية إلى علاج واحد هو زرع القرنية، من عرفنا عنا قرنية مخروطية فورا نعمل زرع قرنية. هلأ صار نعمل هلأ، وكمان في الوعي عند الناس كثير زاد، يعني في كثير ناس لحنا بتجينا هلأ ل بس تعرف في عندها أولادها قرنية مخروطية ولا ما عندهم، لأنه بيكون حدا بالعيلة. بقى إذا كانت القرنية المخروطية في بدايتها يعني إسا النظر كويس، السماكة مقبولة والتحدبات كويسة، فينا نعمل شيء اسمه تصليب. تصليب قرنية يعني اللي احنا بنوقفها على وضع الحالي مشان ما تزيد. هي القرنية المخروطية هي بتكون في بقلب القرنية، هي طبقة كولاجين لازم تكون متماسكة. القرنية المخروطية بتكون شوي هشة أو شوي متفرقة، بتكون لينة يعني، بقى بالتصليب نحن بنثبتها بصير صعب تتطور. طيب هي إذا كانت مرحلة الأولى. طيب دكتور، بما أنك عم تحكي عن المراحل، يعني بعض أمراض العين بنشوفها دائما بتقدم بالسن، يعني الأشخاص كبار السن أو الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض ممكن تأثر، وخصوصا السكري باعتباره محفز للإصابة بكتير أمراض إن كان العين القلب وغيرها. هل بينطبق هذا الشيء على القرنية المخروطية اليوم؟ يعني فينا نقول أنه مثلا مرضى السكري معرضين أنه ينصابوا بهذا الشيء، ولا لا هو ممكن يجي بأعمار مختلفة؟ لا هو تقدم السن ليس عامل خليني من العوامل اللي تحسب فيها. أنا حكيت بالبداية القرنية المخروطية هي مرض شبابي أكثر من الكبار، عادة بعد ما يكبر العمر بعد 40 سنة تبدأ لحالة تتصلب، يعني إلا في قرنية مخروطية ما تطورت لحالة بتتصلب وبتثبت. تمام. العامل العمر وعامل السكري ما بيأثر فيها كتير؟ لا ما بيأثر. نحن بالبداية عطول مشكلتنا عند الشباب. قلت يمكن ببداية حديثك دكتور ممكن تصيب بعض الأطفال، السبب يعني تصيب؟ ممكن تصيب الأطفال، هي وراثة أو جينية يعني. تختلف العلاج عند الأطفال ولا هو العلاج؟ لا لا نفس العلاج. هلا إحنا كل ما اكتشفنا أبكر كل ما كان مفيد كل ما كان أحسن. هلا كمان يمكن دكتور الثقافة اللي موجودة عندنا يمكن، ودائما بننوه عنا سلمى إنه يمكن آخر خيار بيكون الدكتور، فلهيك دائما. هلا إحنا عنا شغلتين مهمين، إنه أول شيء إحنا ما حدا بيروح على الدكتور بلا مشكلة. صحيح. يعني انه يروح بشكل دوري، هلا اي انسان لازم ياخذ ابنه بالثلاث سنين بالخمس سنين نحن بيروح وقت فحص السواقه بيفحص بيفحص عيونه، واذا كان كثير تعبان بيروح وقت النظاره. في مجال اول شيء بيروح عند البصريات البصريات تمام، اول شيء بيروح لهنيك بعدين بيروح على الطبيب. بقى هذا كله بيلعب دور. يعني ممكن يكون في ناس طول عمره مو داخل على طبيب عيون. في مشكلة هي كمان بتحب نوه عليها، هلا الكرتة أو التحدب المخروطي ممكن يكون أحادي الجانب وثنائي الجانب. مثل أي مرض ممكن يكون يصيب عين واحدة، لما بصيب عين واحدة الأطفال ما بتعرف هي عم تشوف بالعين الثانية بشكل منيح بشكل جيد، بقى هي ما بتعرف إنه عندها عين مصابة، هذا بيسبب شيء اسمه كسل. والكسل ما بيقدر يتعالج. ايه لانه المخ بياخذ كل بيعطي كل معلوماته للعين الشغاله وبينسى العين هذيك، بتلاقي بعد فتره ممكن صار حول او انه المريض يعني خلص ما عاد يتعالج. هي كلها
إلى أسباب أنه ما في متابعة. طيب مشان نتلافى هي المشاكل بقدر المستطاع، إمتى بتشوف الوقت المناسب اللي الشخص لازم يبلش فيه، خليني أقول يفحص عيونه عند طبيب مختص سواء من الطفولة أو حتى فترة الشباب؟ يعني مثلا خليني أقول هو صغير ما راح عند طبيب، أنا هو كبير إمتى لازم يروح؟ أو هلأ إحنا بشكل عام بدنا ننوه غير التحدب المخروطي بشكل عام، أي إنسان عنده ولد صغير لازم يفحصه. أنا برأيي لازم الولد ينفحص بالأشهر، يكون عمره أشهر، هاي فحص عام بس للإطمئنان. بعدين بثلاث سنين، بعدين أول ما بيدخل المدرسة هاي بنطمئن. لحنا عنا لغاية الثمان سنين إذا كان الطفل عنده كسل ممكن يتعالج، بعدين ما بعد يتعالج بقى. بهي الفترة لازم الأهل يكونوا متأكدين من ابنهم إنه هو بشوفه منيح. هاي بيخسر الفرصة. يعني قلت الأهمية يمكن المتابعة الدورية لكشف العيون في فرصة لمعالجة هيدا الكسل، بس بعد 8 سنوات هاي نقطة مهمة ما بتصير معالجة. هاي بشكل عام. لأي يعني ممكن يكون معه مي بيضة، ممكن يكون معه قرنية مخروطية، ممكن يكون معه شبكية، لازم نحن نعرفها من قبل نعالجها. ممكن يكون معه سوء انكسار عادي، صحيح، يعني عين بشوف منيح وعين ما عنده شيء بس عنده ضعف، وهو ما لبس نظارة بصير عنده كسل. طيب دكتور أشرت لنقطة مهمة، يعني قلت أنه مثل ما حكينا أنه يمكن الثقافة الموجودة وآخر خيار هو خيار الدكتور، كيف الشخص ممكن يتوجه لعند مثلا بصريات مع أنه منه أخصائي؟ يعني ممكن تشوف ناس مثلا عم تحط نظارات وهي واصفة لحالها أنه عندها بعد نظر، أو لا هي نفسها هي عند الكبار يعني خصيصا أنه لا أنا أخذت نظارة ولبستها خلص أموري منيحة. نفس السؤال قديش بتأثر؟ نفس السؤال ممكن نسأله، أنه كثير الناس بيشعون رأسه لوين بيروحوا؟ بروح على الصيدلي ما بروح على الطبيب، بروح على الصيدلي بعالج. هو نفس الشيء بروح. هلا هي ممكن تكون امور وقت، في ناس ما عندها وقت، في ناس ما عندها ماديا، يعني بس بيأثر بالاخير. بس هذا الشيء هو مو صح، هو مو صح، لازم انه يشتغل الامور يعني على طول، لازم ياخذ تبع البصريات ياخذ وصفته من الطبيب. صحيح. بعدين يعني في شغله مهمه، انه احنا العلاج بيختلف. يعني انا لما بيجيني واحد عنده قرنيه مخروطيه ببدايتها ممكن اعمل له علاج يكون خفيف وسريع وانه يحافظ عليه، كل ما الامر زاد والوقت طال العلاج بيختلف، لانه في عندنا بعدين بصير زرع حلقات او زرع قرنيه او شيء، هي كلها بتعتمد على المرحله وعلى القدره البصريه تبع الشخص. نعم. كمان دكتور يعني طبعا بوجودك معنا اليوم بدنا نسألك هيك كم سؤال بعيدين شوي عن موضوع القرنية المخروطية. كتير من الناس هلأ عم بتعاني من مشكلة جفاف العين، وبنشوف ما بدي أذكر الاسم يعني التجاري المشهور للقطرة اللي هي قطرة بس غسول للعين، انه خذ هاي القطرة لانه انت عندك جفافة، بتقعد على الشاشة كتير، شاشات الكمبيوتر هذا علاجك الوحيد، ما في علاج تاني. قدي صح هاي المعلومة وصح انه واحد ياخد خذ هاي القطرة لغسول العين خلاص هي الدواء فقط ترطيب العين، ولا في شيء إجراءات لازم يعملها لأنه ممكن تتفاقم الحالة وخصوصا من نمط الحياة اللي صار سائل هي حالية. بالنسبة لجفاف العين ممكن تكون سببين، ممكن سبب الأول هو مرضي يكون في شيء مرض، والسبب الثاني هو واقع العصر تبعنا اللي هو صحيح. التحديق الطويل على الشاشات بشكل عام المحيطة فينا، لأنه العين على طول لازم ترمش لحتى تغسل العين، احيانا التحديق الدائم بيوصل لمرحله الجفاف. هلا بشكل عام هي الاطراد، هي اطراد ما عليها اي مشكله، هي عباره يعني نفس الدمع، دمع اصطناعي، بس انه انت عم تزيدي كميه الدمع للعين. بس هي ما عم تعالج، اذا كان مرضي هي ما عم تعالج المرض، هي عم ترطب لك العين مشان تضلي انت مرتاحه. كثير احيانا بنلاقي انه في اشخاص هيك على طول عندهم جفاف من غير مرض، بقى هي القطرة بتكون مناسبة لهم، ما فيها. هلا اهم شيء هي القطرة ما فيها ضرر، يعني احيانا ممكن ما تفيد لانه بيكون في مرض، بس هي ما بتضر، بتعطيها انت بترطب القرنية. طيب طبعا في منهم بياخذوها كمان، انه في قطرات بنسمع انه هي بتصفي لون العين، بتشيل الحمار من العين. هذيك موضوع ثاني، هذيك بيدخلها مركب ثاني هو بيضيق الأوعية الدموية. هلا الحمار العين هي أوعية دموية ماشية بالعين، هو حمار طبيعي طبعا بالحالات العادية اذا ما كان في مشاكل، بقى هن بتضيق الاوعيه الدمويه، بخف الاحمر بيظهر الابيض تماما، انه هي عين بيضاء. هلا هي هي مؤقته، يعني كثير بياخذوها خاصه الصبايا البنات بياخذوها على انه طالعين
على سهره على شيء بيحطوا هالاطراف بس لهالوقت هذا لوقت بيصير استخدامها لها تاثيرات جانبيه. هلا اذا كان بشكل مقبول ما لها تاثيرات جانبيه، ما تكون دائما ممكن يعني المعقول. طيب دكتور بختام حديثنا اذا بدنا نعطي بعض النصائح لاهميه الاعتناء بالعين ومراجعه الدكتور، ويمكن خصوصا اشار نقطه دكتور انس خلال حديثك اهميه متابعه الاطفال، لانه دائما بنشوف حالات متراجعه عند الاطفال بسبب يمكن عدم المتابعه او عدم زياره طبيب العيون، يعني اخر يمكن خيار وباعمار يمكن كمان متاخره. قديش اهميه الفحص الدوري خصوصا عند الاطفال؟ لانه انا بحل كثير من المشاكل ببداياتها احسن ما تتفاقم يكون عندي الحل والعلاج مختلف. هلا انا بكل لقاء هذا السؤال دائما بنوه دكتور بحكي. احنا دائما بنقول يعني هن ممكن ينفهم صح واحيان ممكن ينفهم انه هو زياره طبيب، لا الزياره الدوريه كثير مهمه. بعدين اللي ما بده يزور طبيب خاص ممكن يزور طبيب بمشفى الدولة يروح. أنت عليك على الأقل تتأكد أن الوضع صح، هاي ولو مرة. يعني أنا بعرف كتير ناس كتير يعني مو قلال أنه ما فايتين ولا مرة على طبيب العيون، ولا ما يكون أعمارهم 30 40 50 سنة مو فايتين. حتى لحنا هلا أنا ممكن ما أكون فايت على طبيب إذا شيء مو لازمتني مو فايت عليه، هذا الشيء غلط خاصة عند الأطفال. هلا الاطفال اللي بيفرقوا عن الكبار انه في شغلات ممكن لازم تعملها بهالعمر هذا النمو. الكبير خلص من صار معه هالشغله لازم تتعالج، طبعا كل شيء بحسب المرض. بس الطفل لازم ضروري انه اول شيء نعرف انه العينتين عم يشوفوا مثل بعض، انه هي كثير مهمه. هلا حتى الاهل اذا ما اخذوا على الاقل يجربوا كل عين لحالها من صار عمره سنتين ثلاثه. لو حتى المراجعه، لانه احيانا الطفل ممكن ياكل طرقه بسيطه ويرجع يتابع كثير احيانا. نحن كيف الاهل احنا كيف بنعرف احيانا انه في عندنا مشكله؟ كثير احيانا بيكون طفل اكل طرقه على عين ما عاد شاف، بيتضح انه العين الثانيه هي ضعيفه. هو اكل طرقه على العين السليمه بيجي لعنا ما عاد شاف، بنفحص الثانيه بتطلع المشكله بالثانيه، بس هو هلا اكتشفها. بقى لازم حتى بالبيت يتاكدوا يغطوا له عين كل عين لحالها ويتاكدوا عم يشوف منيح. بعدين لما بصير التهابات، نحن عندنا كثير مشكله انه غير حضرتكم مثل ما قلتوا بياخذوا قطرات لحالهم، في كثير ناس بتستعمل مواد ثانيه مثل الليمون والعسل والشاي. هلا ممكن ما يكون في ضرر بس مو على طول بصح. يعني نحن اذا عندنا مشكله مثلا ممكن تعمل تهيج احيانا عند بعض الاشخاص. نحن اذا عندنا مشكله بالقرنيه مثلا قرحه قرنيه وجيتي حطيتي لها ليمون وهي انا سامعه كثير او حطيت لها عسل، انت عمليا عم تخرشي هذا المكان او عم تعطي وسط للجراثيم لحتى الجراثيم تتكاثر فيه، انت عم تغذيهم مو على طول بتنعطى. اكيد هي الشغلات هي الاصل ما لازم تكون، واذا كانت لازم باستشاره الطبيب، وبحاله المرض لازم ما تنعطى لازم نشوف طبيب. اكيد هي بالنسبه للكبار والصغار. الى على طول في عندنا كثير شغله مهمه، الصحه المدرسيه. انه على طول يتابعوا الصحه المدرسيه، لما بيقولوا لهم بالمدرسه راجعوا طبيب لازم راجعوا. اكيد. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور انس على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك دكتور انس الجرد رئيس الجمعيه السوريه لاطباء العيون، شكرا كثير لك. شكرا لك، اهلا وسهلا.